أخبرني ما رأيه؟ هذا الأحمق سيأتوه بالتأكيد. محتمل أنك محق، فلتذهب معه. هذا منطقي. أنا أسير عشوائيا. صديقي شفيء، لا أظن أن أمر هذا السير العشوائي سوف ينجح. سبونج باب. هذا مثير جدا. ترى أين سنذهب؟ سوف نذهب إلى سطح الأرض. سطح الأرض. أهلا بالجميع ومرحبا في جولة سطح الأرض. أنا مرشدكم السياحي روب. أهلا يا روب. حسنا، قبل أن نذهب إلى سطح الأرض المدهش سوف أقرأ لكم قواعد الحافلة السياحية. أرجو أن تجلسوا في وضع مستقيم. ممنوع تماما الكلام السيء. لا للضجيج ولا حفر ولا رقص ولا اسمرار ولا طهو ولا قتال ولا غرق ولا تساقط ولا ركض ولا تعدي ولا نظر ولا بالونات. ولا بالونات يوم الميلاد؟ أوه لا، هل هذا يوم ميلادك؟ نعم. أنا أريد من الجميع هنا غناء يوم ميلاد سعيد لك. نعم. حقا يبدو هذا. ليس الآن، وقت الجولة ضيق. حسنا جميعا، نحن في شارع أبسديزي ومستعدون للانطلاق. انطلاق. مدهش. هل وصلنا؟ كدنا، لكن نحتاج دفعة إلى السطح. أول بند على القائمة هو شعر من سلطعون يتي. هذا الكائن المشعر يعيش هناك فوق قمة هذا الجبل. انظر، ها هو. يعيش بمفرده، لن يشعر بغيابها. يضع سلطة شعر إليتي في سلطة برجر. لماذا لم أفكر في ذلك؟ كان سيسوء الأمر أن أكون قبعة أكبر. البند التالي حليب من السمكة العملاقة ذات السن. قاع المحيط هو المكان الوحيد الذي تعيش فيه. كن يقظا. لقد وجدتها، لكن كيف سنحلبها؟ علينا أن نشتت انتباهها. إطلاق الطعام. هل هناك ضرع أفضل من ضرع؟ علينا حلبها جيداً.